يقول: ذكرتم حفظكم الله أن سبب انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والنفع بها هو إخلاصه، يقول: فكيف نحصل هذا الإخلاص وكيف نعرف أننا قد حققناه فنتحصل على النتيجة؟ هذا شيء يجعله الله فيك، إذا ظهر عليك الإخلاص والنية الصالحة فهذا هو المقصود. انظر بنيتك، هل هي نية لله أو نية لطلب مال أو مدح أو غير ذلك؟ نيتك هي، يقولون نيتك مطيك، هو صحيح نيتك مطي. انظر نيتك في الدعوة إلى الله، أن تريد المدح والثناء أو تريد الوظيفة ليس لك في الآخرة من نصيب، أن تريد وجه الله وتريد الإخلاص لله وتخليص العباد من الشرك فأنت على خير. نعم.